أن الصيام يرتقي بك أيها الإنسان، فيقول لك الصيام يعلمك أن تبتعد عن الكلام الساقط المتعلق بالجماع ومقدماته. طبعاً قد يكون الكلام هذا يكون في الحلال يعني مع الزوجة مع كذا، لكن هو لا يريد أن تتكلم مع عامة الناس، فهو يرتفع بأخلاقك وسلوكك فلا يرفث ولا يفسق ولا يكون هناك كلام لا فائدة منها. الأصل أن الإنسان يعني يحافظ على صومه. كان أبو هريرة إذا صام كان يلتزم المسجد ويمكث في المسجد. قالوا له: يا أبا هريرة، لماذا عندما تصوم نراك تكثر الجلوس في المسجد؟ قال: أحفظ صومي من أن تشوبه شائبة، وأبتعد عن الخلق حتى لا يفسد صومي. أنا أجلس بالمسجد، ما أحب أن أختلط مع الناس، أحفظ صومي من الشوائب، وعندما أختلط مع الناس هؤلاء قد يجروني ويفسدون علي صيامي.